بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في المحاضرة الرابعة. المحاضرة الرابعة بتتكلم على السوفت وير ديزاين. تعالى نشوف كده الليكتشر اوت لاين دي. الليكتشر اوت لاين دي احنا شفناها في المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية ابتدينا نقول ان هي ايه هو السوفت وير ديزاين، ابتدينا بقى نخش على طول ايه هو السوفت وير ديزاين، وبعد كده الديفرنت ابروتشز بتاعت الديزاين، وبعد كده اتكلمنا على الديزاين كواليتي. بعد كده جينا في المحاضرة الرابعة حبينا نشوف ايه هي الديزاين برنسبلز، بس المحاضرة الرابعة ما اتكلمتش غير على اول ديزاين برنسبل عندنا اللي هو المودرنايزيشن. بعد كده بقى المحاضره الرابعه اللي احنا فيها دلوقتي بتتكلم على بقيه الديزاين برنسبلز اللي عندنا، اللي هم الابستراكشن، انكابسوليشن، سيبريشن اوف انترفيس اند امبلمنتيشن، و سفيشنسي و كومبلكس، وهم اكتر من كده يعني، هو هنشوفهم ان شاء الله في المحاضره. هنتكلم على اول حاجه اللي هو الابستراكشن. الابستراكشن احنا شفنا الكونسبت ده موجود عندنا من البي ال 2 واحنا بناخد الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس عايزين نشوف يعني ايه ابستراكشن. ابستراكشن هنا انك تشوف تعمل فيو كده الاوبجكت بتاعك، بس هتركز على شويه انفورميشن اللي بيها هتغطي الغرض بتاعك اللي انت عايزه من الاوبجكت بتاعك هتاخده، تمام؟ هتقدر توصفه بشويه ايه، بشويه انفورميشن، وهتعمل اجنور للانفورميشنز الثانيه، تمام كده؟ يعني مش هتشوف كل حاجه، لا انت هتشوف انفورميشن اللي تقدر توصف لك الحاجه دي، وهو ده الابستراكشن. فبيقول لك هنا ان الافضل للديزاين ان انت تعمل as high as possible، بتخلي الابستراكشن اعلى على قد ما تقدر، اعلى حاجه على قد ما تقدر. فهيقول لك بعد كده يعني في السلايدز الجايه ازاي تقدر تعلي الابستراكشن بتاعك. وطبعا الابستراكشن بيقلب يو ايه، انك تقدر تفهم السيستم بتاعك بطريقه اعمق شويه، تمام؟ من غير طبعا ما نخش في الديتيلز بتاعته، يعني بيخلي الابستراكشن اللي موجود ده او اللي انت عملته، تمام، بيخليك تفهم السيستم بتاعك من غير ما تخش في الديتيلز. وطبعا جود ابستراكشن بي بروفايد انفورميشن هايدنج. ايه هو الانفورميشن هايدنج؟ ان انت بتخفي الانفورميشن اللي عندك. طبعا الكونسبت ده اصلا كان موجود في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج برضه. وبيقول لك ان الانكابسوليشن، طبعا سمعنا عنه برضه في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، ان الانكابسوليشن هو وان ذا تكنيكس بيبدا يقدم لك الانفورميشن هايدنج. الابستراكشن، تعال نعمل اكزامبل مثلا الابستراكشن زي ان انا عندي فانكشن اسمها، انا كده خرجت من الديزاين ان الفانكشن اسمها thin، وبتاخد كلاينت وسيرفر وبتاخد مسج. انا هنا عملت حاجتين، عملت حاجه اسمها داتا ابستراكشن، وعملت حاجه اسمها بيهيفير ابستراكشن. داتا ابستراكشن ليه؟ لان انا هنا خفيت المسج ايه التفاصيل بتاعتها، تمام، وعملت بيهيفير ابستراكشن ليه؟ لان انا خفيت الديتيلز بتاعت الفانكشن دي، ما حطيتش، مش خفيتها، هو الفكره ان انا ايه، بصيت من فوق، ما قلتش ايه الديتيلز بتاعتها. يعني هنا ما قلتش ان الديتيلز بتاعت الفانكشن ان انا الاول لازم اريتريف السيرفر انفورميشن، وبعد كده اوبن تي سي بي اي بي كونكشن عشان اوصل للسيرفر، وبعد كده سند المسج واستنى الرد، وبعد كده كلوز الكونكشن. ما قلتش كل ده. فهو ده البيهيفير ابستراكشن، ان انا بصيت على حاجه ان انا طبيعي ان انا هعمل الكلام ده، لكن انا ببص الموضوع عن طريق ابستراكت من فوق كده. ده الديزاين بتاعي، ده جزء بتاع الابستراكشن. بعد كده قال لك بقى الابستراكشن مع الكلاسز. تعالى بقى نشوف ازاي ممكن اعلي الابستراكشن بتاعي او الليفل بتاع الابستراكشن بتاعي. بيقول لي الابستراكشن، لا انا نسيت حاجه، ان هنا الكلاسز ار داتا ابستراكشن. الكلاسز بالنسبه لي هي تعتبر داتا ابستراكشن. ليه؟ لان هو شفت الاجزاء اللي جوه، اللي هو الكلاس على اولا الكلاس على بعضه كده يعتبر داتا ابستراكشن، لان انا اللي بالنسبه لي بشوفه من الكلاس او الاوبجكت اللي بشوفه ده هو شويه اتريبيوتس، فهو يعتبر ايه، داتا ابستراكشن. بيكونتين بقى ايه، بيكونتين بروسيجر ابستراكشن. بروسيجر ابستراكشن ده مش هو بيكونتين شويه فانكشنز او شويه ميثودز، فالميثودز دي كل ميثود تعتبر ايه، بروسيجر ابستراكشن. لكن بس نفهم الفرق ما بين الداتا ابستراكشن والبروسيجر ابستراكشن، تمام. فبيقول لك هنا الابستراكشن ممكن ازوده بان انا اعرف كل الفاريبلز اللي عندي از برايفت. يعني اما اجي اعرف مثلا كلاس، يبقى كل الفاريبلز اللي عندي لازم تكون برايفت، مثلا برايفت انت كذا، اي دي برايفت سترنج، مش عارف نيم، ان يكون فيور بابليك ميثودز. طبعا بتخلي لي الابستراكشن احسن. الفكره هنا ان انا بخلي البابليك ميثودز اللي عندي قليله على قد ما اقدر، تمام. هو يعني هو دي الفكره بتاعت الانكابسوليشن اصلا، ان انا بخفي كل حاجه، قصدي بعمل انكابسوليت للحاجه، بحولها لحاجه الكبسول كده،
ماليش دعوه بقى هي الديتيلز بتاعتها عامله ازاي، لكن في الاخر هي بتقدم لي تو فانكشنز مثلا زي الكبسوله كده. انا ليا دعوه الكبسوله دي من جوه بتعمل ايه؟ لا، انا كل اللي يهمني من الكبسوله دي الفانكشن اللي بتعملها هي ايه، وهو ده طبعا البابليك ميثود اللي بتبقى في الكلاس نفسه. فبيقول لي ان هو فيور بابليك ميثود بيخلي بيتر ابستراكشن، وطبعا السوبر كلاسز والانترفيس طبعا هيحسن لي من الابستراكشن، طبعا الكونسبت دي معروفه. يبقى كده في حاجات، تلات حاجات بيحسنوا لي من الابستراكشن، اللي هو اخلي كل الفاريبلز برايفت، واخلي شويه ميثودز بس هم اللي بابليك، واعمل سوبر كلاسز وانترفيس. الحته بقى دي بتفهمك الفرق بين الداتا ابستراكشن والبروسيجر ابستراكشن، لان الاتريبيوتس والاسوشيشنز يعتبروا ايه؟ داتا ابستراكشن، لكن الميثودز بتعتبر ايه؟ بروسيجر ابستراكشن. وهنا البيتر ابستراكشن كمان بالنسبه للميثود ان انا اخليه ايه؟ اخلي ليها فيور بارامترز، يعني ان انا اخلي الميثود دي ابستراكشن الافضل ليها ازاي، ان انا ايه على الليفل بتاع البروسيجر ابستراكشن اعليه ازاي بان انا اخليه فيور بارامتر. اتفقنا كده؟ تعالى بقى نشوف انفورميشن هايدنج اكزامبل. ده كلاس تمام بيبقى فيه في بابليك ميثود واحده اسمها اوتوماتيكلي سكادول، وعندي ثلاثه برايفت ميثودز. لو انا عايز استخدم الكلاس ده مش ما عنديش غير بابليك ميثود واحده هي اوتوماتيكلي سكادول، و اوتوماتيك سكادول دي بتستخدم الثلاثه ميثودز دول علشان تبدا تعمل الحاجه دي. فهي الفكره ان انا هنا عملت فعلا انفورميشن هايدنج ازاي، ان انا هو يا دوبك نادى على الفانكشن ما شافش ايه الحاجات اللي بتحصل جواها، او ايه الاتريبيوتس اللي عندي، ما عنديش غير ميثود واحده هي اللي بابليك وهي اللي بستخدمها، ما شافش بقى ايه الديتيلز اللي جوه، او هينادي على فانكشن ازاي. فانا كده محقق فعلا الانفورميشن هايدنج. تعالى بقى نشوف الانكابسوليشن مع الانفورميشن هايدنج. حد يقول لي بقى دي هل فيها انكابسوليشن؟ طيب انا قلت لكم ان الانكابسوليشن واحده من اللي بتحقق ايه؟ الانفورميشن هايدنج. لكن الانكابسوليشن الفكره بتاعته ان انا اخلي الفاريبل برايفت، فهل هنا في انكابسوليشن؟ لا طبعا هم كلهم برايفت، بدل ما فيش انكابسوليشن يبقى ما فيش انفورميشن هايدنج. طيب تعالى نشوف حاجه زي كده. هنا لا، التانك هنا يعتبر ايه؟ يعتبر برايفت. طب بالنسبه للتانك في انكابسوليشن؟ اه في انكابسوليشن، لان التانك هنا ايه؟ برايفت. طب في انفورميشن هايدنج؟ لا نوت هايدنج، لان في ايه؟ في جيت تانك ستاتوس وست تانك ستاتوس، في ست وجيت هوم اقدر استعملهم علشان اخد الستاتوس بتاع التانك واحط الستاتوس بتاعت التانك. يبقى كده مفيش انفورميشن هايدنج، لكن في انكابسوليشن. بقى يعتبر ان هو اعلى ليفل من الانكابسوليشن، لاني مخلي كله برايفت. يعني هنا في انكابسوليشن على التانك بس، لكن الباقي لا. لكن هنا في انكابسوليشن لان انا مخلي كل الاتريبيوتس برايفت، وكمان الميثودز مش عامل غير تو بابليك ميثود. وهنا في انفورميشن هايدنج، كلهم برايفت، وكمان ما اقدرش اوصل مثلا للتانك. ليه؟ لان انا هتاخد بالك ان هنا فول اب وديليت زيرو زون. الفكره هنا ان انا عشان اقفل التانك او افضي التانك، هو مديني تو فانكشن دول بس مش مخليني ابدا اشوف التانك دلوقتي فيه ايه. تمام، حتى الجزئيه دي كمان مكتوبه هنا. نبدا على ثالث برنسبل عندنا. ثالث برنسبل عندنا اللي هو سيبريشن اوف انترفيس اند امبلمنتيشن، ان انا اخلي الانترفيس والامبلمنتيشن مفصولين عن بعض. طيب فالسيبريشن اوف انترفيس اند امبلمنتيشن الفكره بتاعته ان انت بتخلي الانترفيس سيبريت عن الامبلمنتيشن. تمام، بتخلي الانترفيس بتاعك بابليك. الفكره من الانترفيس يكون بابليك معنى كده ان الانترفيس ده ممكن تاخده وتحطه مع اي امبلمنتيشن تاني وبرضه هيشتغل معاك. دي الفكره بتاعت البرنسبل اللي هو ان اعمل سيبريشن من الانترفيس والامبلمنتيشن، اخلي الانترفيس لوحده واخلي الامبلمنتيشن لوحده، ما اخليش فيه اعتماديه ان الانترفيس ده لازم يشتغل على الامبلمنتيشن ده او الامبلمنتيشن ده لازم يشتغل على الانترفيس ده. تمام، زي مثلا لما اجي اقول ان انا هعمل فورم، الفورم دي ممكن اشغلها مثلا على امبلمنتيشن بتاع بنك بيدخل شويه حاجات، بيدخل شويه داتا في الفورم، ممكن اشغلها مثلا ان انا بعمل مثلا فورم لشويه كورسز، ممكن اعمل
ايا كان الانترفيس ثابت لكن الامبلمنتيشن هنا هيتغير. فالبرنسبل دي بتتكلم ان انا لازم اخلي سبريشن ما بين الانترفيس والامبلمنتيشن. بعد كده في السلايد دي بيفرق لك ما بين السبريشن والانكابسوليشن. تعال نشوف هنا، بيقول لك ان during encapsulation الانترفيسز are created to provide public access to service provided by the design unit. الفكرة هنا ان انا الانترفيسز بتخلي لك في public access لحتى للسيرفيسز. حتى لو خليت كل الفانكشنز اللي عندك public، الفكرة هنا انك برضو مش هتشوف الimplementation بتاعتها. فهنا كمان بيقول لك اني برضو هخفي الـ unnecessary details including الـ implementation. الفكرة هنا ان انا برضو في الـ encapsulation حتى لو خليت كله public، لا انا برضو خافي الـ implementation. تمام كده؟ في public methods طالعة، في public access طالعة، ممكن access اي حاجة public، لكن الفكرة انا خافي كمان الـ method دي وهي شغالة ازاي، انا خافي الـ implementation. بيقول لك بقى هنا ان الانكابسوليشن بتهايد ديتيلز اوف امبلمنتيشن، لكن البرنسبل بتاع السيبريشن هو بيعمل لك ايه؟ هو بيفصل لك الامبلمنتيشن عن الانترفيس. فممكن تعمل سوابد، ممكن تغير الانترفيس، تمام؟ ممكن مثلا ديفرنت امبلمنتيشن على نفس الانترفيس. دي الفكره اللي لسه قايلينها، اللي هو الانترفيس ثابت بتاع مثلا الفورم مثلا، وجبت امبلمنتيشن مثلا بيحط الكورسز، وجبت امبلمنتيشن تاني بيحط الحاجه تانيه. فممكن اعمل له ايه؟ ممكن اعمل له سوابت، او حتى لو هغير في حاجات بسيطه جدا او هزود شويه حاجات بسيطه جدا، فده كده يبقى الانترفيس public، اما الامبلمنتيشن هو اللي بيبقى على حاجه معينه. تمام؟ فهي دي الفكرة بين ان انا اعمل سيبريشن ما بين الانترفيس وما بين الامبلمنتيشن. لكن الانكابسوليشن لا، هو الانكابسوليشن بيخلي لك بيهايد الانسيسري ديتيلز. بعد كده هنتكلم بقى على رابع ديزاين برنسبل عندنا، اللي هو sufficiency و completeness. الفكرة هنا من sufficiency ان انا من الاخر ان انا اعمل ايه؟ ان انا لما اجي اعمل ديزاين للحاجة اللي عندي ما زودش في السيرفيس اللي عندي. انا طالب 1 2 3 يبقى لا، يعمل لي 1 2 3 ما يعملش اكتر. تمام؟ يخلص لي الحاجه بتاعت 1 2 3 زي ما هما، ما يكترش. لكن الكومبليتنس لا، انا طالب منك 1 2 3 ما تعمليش 1 2، ما تقللش، لا اعمل الحاجه بالظبط. يبقى الفرق بين السفيشنسي والكومبليتنس، السفيشنسي بتقول لك انك ما تكترش عن السيرفيس المطلوبه، لكن الكومبليتنس بتقول لك ما تقللش عن السيرفيس المطلوبه، لازم تنفذ لي الريكوايرد سيرفيس زي ما انا عايز. خامس برنسبل عندنا اللي هو انكريز ريزابيلتي، تمام؟ وير بوسبل، بنحاول نزود الريزابيلتي. احنا اتكلمنا الاول ايه هو الريزابيلتي. الريزابيلتي هنا هقولها تاني، الفكره ان انا لو عندي كومبوننت معينه، الكومبوننت دي ممكن اشيلها كده هي لوحدها، ممكن اشيلها واحطها في حته تانية في ابلكيشن تاني في حته تانية، بس ممكن احطها زي ما هي، او ممكن عملت عليها موديفاي، فالموديفاي هيكون بسيط جدا. فانا ازاي بقى احقق الريزابيلتي على الديزاين بتاعي؟ فبيقول لك هنا من الحاجات اللي انت لازم تعملها انك تخلي generalize your design as much as possible، بتحاول تخلي الديزاين بتاعك general على قد ما تقدر، وان انت تتبع بقيه البرنسبلز اللي فوق، ده هيخلي لك برضو الديزاين بتاعك ريزابيلتي. وان انت تعمل design your system to contain hooks. فالفكره من ان انا design your system to contain hooks ان انا اعمل ان انا اعمل كستمايزيشن للديزاين اللي عندي. معنى كستمايزيشن للديزاين ان انا لما اجي اعمل مثلا سيستم للبنوك، فانا اعمل اخلي السيستم بتاعي هو جنرال، لما اجي اشغله على اي بنك هو يا دوبك بس بياخد بيحط كومبوننت او بيغير كومبوننت واحده وبيبقى جنرال الديزاين معاه. فهي دي فكره الكستمايزيشن. سمبليفاي يور ديزاين از ماتش از بوسيبل، بحاول اسمبليفاي الديزاين بتاعي على قد ما اقدر. في ناس فعلا لما بتيجي تشتغل بتعمل لك مثلا زي باكج معينه، اما تعوز مثلا تعمل حاجه للماركتنج، تعمل حاجه للشركات اللي هي يعتبر شغالين بنفس الحاجه، بس هم كل اللي بيعملوه بيبقى تغيير شويه حاجات بسيطه، فبيعملوا زي ديزاين ثابت كده هو جنرال،
وكل اللي بيغيروه هما بيغيروا كومبوننت، بيغيروا داتابيز، بيغيروا مش عارف انترفيس، بيغيروا حاجات بسيطه جدا، بس في الاخر الديزاين جنرال. فهي دي الفكره كمان من جنرايز يور ديزاين. يبقى خلاص عرفنا ازاي نخلي ننكريز اليوزابيلتي عندي، ان انا طبعا هتبع الحاجات القديمه اللي هما الاربعه برنسبلز الاداء القدام، تمام، بالاضافه ان انا ان انا هنجنرايز الديزاين بتاعي، وهخلي في كاستمايزيشن، وكمان هعمل سمبلفاي للديزاين بتاعي قد ما اقدر اخليه بسيط، تمام. في الفيديو الجاي بقى هنكمل بقيه الديزاين برنسبلز اللي عندنا.